السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده عند الحمام وهنشوف هنعمل ايه لعند الحمام وناكله ونشوف الزغالين ونطمن عليهم وامسك شويه زغالين كده معانا ان شاء الله. طبعا انا هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. وبصوا عند الحمام ما شاء الله الله اكبر، يعني بيزيد اهوت ما شاء الله عليه، ربنا يزيده ويبارك يا رب ويزيد الناس كلها. طبعا انا هعرفكم الحمام اللي عندي هو كميه الحمد لله، يعني ربنا بيزيد ويبارك. يعني بصي حبايبي انا وريتكم بص الحمام ووريتكم لسه ما قفلتش الشباك، لسه الجو ما سقعش قوي عند الحمام عشان الحمام بيحب السقعه مش بيحب التدفئه قوي، يعني ما رضيش اقفل خالص الشباك النهارده، يعني كام يوم كده الاقي الجو ساقع شويه اكتر من كده اروح انا اقفل الشبابيك واخليهم تهويه حته صغيره زي شروعه كده. طب اوريكم طب الزغاليل كده واوريكم الاول قبل ما احط الاكل عشان هي بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. الزغاليل اهي ما شاء الله عليها لسه صغيرين اهي بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله جميل. الزغاليل اهي وعرفتكم ان انا بطلع بطمن على الزغاليل دايما باستمرار، وعندي هنا زغاليل برضو بسم الله الرحمن الرحيم اهو حبايبي الزغاليل اهي ما شاء الله حلوين اهو ما شاء الله، وهم لسه ما اكلتهمش طبعا انا لسه هطلع احط لهم الاكل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هعرفكم انا بعمل ايه حبايبي وهوريكم دلوقتي انا ماسكه هنا شويه زغاليل راح اطبعهم. طبعا بصوا ازاي انا مش عايزه افتح عليهم قوي عشان ما يتلوش على بره عشان مسكتهم ايه بالعافيه. بصوا ما شاء الله لما اطلع كده حبايبي عشان ما يتلوش بره اهو ادي الزغاليل يا حبايبي ان انا هطبعها ان شاء الله. طبعا انا كل شهر بطلع اشوف الزغاليل اللي انا مش محتاجاها واطلع اجيبها عشان نذبحها وناكلها، واحلى حاجه ذبح الحمام ده واكله اكله جميل جدا ولحمه حلو قوي. وطبعا الحمام بيحب الاكل نظيف والمكان يكون نظيف ولا بيعمل ريحه، والاوضه دايما تبقى ريحتها حلوه مش ملهاش ريحه زي البط وزي الرز والكلام ده، اما الحمام نظيف بيحب النظافه. طبعا انا هحط لهم الاكل بقى عشان جعانين وهنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي فلفل اسمر بحطه لهم دايما باستمرار كل شهر مره عشان يحمي ايه الحمام. طبعا بحطه على الكلفه كده اللي انا بعملها دايما على طول باستمرار اهوت، واقلبه كويس عشان بينقروه ياكلوه بدل ما اقعد امسك واحد 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 واحط لهم ايه بقهم حبيبي عشان ينتج معاك على طول ويبيض معاك على طول باستمرار. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هوريكم حبايبي انا بعمل ايه، احط برضو علف وشويه ذره الشيشه برضو اللي بتفك كده عشان ونسيب دول ياكلوا وننزل تحت ونيجي نقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. حبايبي
حبايبي انا جينا عند البط اهوت وعرفكم البط برضو الدكر من النتايه. الدكر بيبقى حجمه كبير، النتايه بتبقى حجمها صغير عن الدكر، وبيبان والدكر بيقعد يجوح كده ويعمل صوت غير النتايه خالص. طبعا انا عرفتكم الدكر من النتايه اهو، الدكر بيبقى حجمه كبير اهو باين عليه. طبعا انا عندي بطايه باضت لي هنا المكان دوت، طبعا لسه هحضرلها المكان اهو. يا حبايبي بصوا باضت 5 بيضات لسه ما كملتش البيض بتاعها. طبعا هي باضت لي هنا 5 بيضات بس لسه ما كملتش البيض بتاعها، اول ما تكمله هروح مظبطه العيشه بتاعتها واعمل لها قصه كده واحوط عليها. طبعا انا طالعه عشان احط لهم الاكل واعرفكم دلوقتي الاكل بحطه للبط والبرسيم، اهم حاجه موسم البرسيم. هات يا ميار كده الاكل اللي عندك يا حبيبتي. طبعا انا بغير لهم الميه باستمرار يا حبايبي، وعندي البرسيم وجايبه لهم خس وبحذف لهم خس كمان، هما بيحبوا الخس وبيحبوا البرسيم عشان ده بيزود البيض عندهم. حط يا ميار. بص يا حبايبي انا هجيب لهم معايا، احط لهم شويه عيش برده ما عداش. دوت برضو ايه احطه للايه بقيه الطيور. طبعا انا بعمل لهم الاكل ايه بزياده عشان بطلع اخ نار، ببص عليهم وببص على اللي رايد عندي عشان لو في حاجه طالعه اي دايما اطمن عليهم واشوف البيض معاهم باستمرار. طبعا دلوقتي انا عرفتكم كل حاجه، وبطلع بحط اكل وبنضف وبكنس وانا واطمن عليهم كل يوم، كل الطيور زي بعض، كل واحد بطلع له شويه اطمن عليهم واحط لهم الاكل، اشوف حاجه تعبانه احط لهم ليمون في الميه. دايما تبقى ايه تتابع الطيور بتاعتك، عليك وعلى الليمون والبصل والثوم، ده احسن حاجه للطيور ولا يجي لهم برد طول الشتاء. ودايما تحافظ عليهم في دواء للميه، هوريه لكم المره الجايه ان شاء الله باذن الله، بنحط دواء في الميه للبرد ليهم عشان ما يعطسوش ولا يرشحوا ولا يجي لهم اي حاجه خالص. طبعا دلوقتي انا قلت لكم كل حاجه وعرفتكم كل حاجه، كل اللي بقى يتفرج عليا ويعجبه القناه ويعجبه الفيديو يعمل لي ايه اشتراك ويعمل لي لايك، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.